تحرص المؤسسات العمانية الرسمية على التواجد في معرض مسقط الدولي للكتاب 2020 بهدف إبراز جهودها للجمهور وتعزيز ثقافته. مشاركة فاعلة وتقليص مسافات ما بين المؤسسات العمانية الرسمية وجمهور معرض مسقط الدولي للكتاب. المؤسسات العمانية شاركت في المعرض وسط توافد الجماهير عليها، حيث قامت كل مؤسسة في ركنها الخاص بتقديم كل ما يهم العمانيين وغير العمانيين من كتيبات وإصدارات في عدة مجالات. مشاركة جامعة السلطان قابوس في معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام جاءت محددة في شخصية جلالة السلطان قابوس رحمه الله. طبعا يقدم الركن إلى جانب الإصدارات المقدمة من مركز الدراسات العمانية بالجامعة وأيضا دائرة النشر العلمي إصدارات في الجوانب التاريخية والأدبية بالإضافة إلى الجوانب العلمية. وزارة التراث والثقافة متمثلة بدائرة المخطوطات هي المعنية بطباعة ونشر الكتاب العماني، فهذه الكتب المتنوعة تستهوي أفئدة القراء من مختلف شرائح المجتمع، وبالتالي الوزارة لها مساهمة كبيرة في دعم الكتاب بحيث أنه يكون في متناول أيدي الناس للاطلاع عليه. معرض مسقط يعني للكتاب يستقطب جميع شرائح المجتمع وهي الفئة المستهدفة من عمل المجلسين، وبالتالي هي فرصة حقيقية ومناسبة جدا للوصول إليهم. طبعا نستعرض من خلال هذا الجناح المشترك عدد من إصدارات المجلسين، إضافة إلى المواقع الإلكترونية للمجلسين، وأيضا الإشارة إلى الشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلسين في سبيل تعزيز التواصل معهم كما أسلفنا. بعض المؤسسات كان لها جلسات حوارية في هذا المعرض الحيوي وبشكل شبه يومي، فتارة ندوة وتارة أخرى جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية، فالمستهدفون كل زوار معرض مسقط الدولي للكتاب. البرامج كانت في الفترة الصباحية تخص القطاع الشبابي ما دون أو ما في فترة المدارس طلاب المدارس، وكانت البرامج هي حقيقة معنية بهم أكثر، فما بعد المساء هي البرامج تعني القطاعات الشبابية وأيضا تدعم مبادراتهم. وحقيقة كان الركن أيضا متميز بفعاليات حيوية قد تكون تحكي بعض القصص العمانية. تحرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مشاركة جمهورها والمتعاملين معها بتواجدها في معرض مسقط الدولي للكتاب. تتركز مشاركتهم في نشر الثقافة التأمينية وتدشين المجموعة القصصية التي أصدرتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تتضمن عناوين متعلقة بديمومة والتكافل الاجتماعي والادخار وتعقب الأجيال. نشارك هالسنة في معرض مسقط الدولي للكتاب عام 2020 دورته 25 اللي في احتفال في اليوبيل الفضي بعدد من الإصدارات، أبرزها كتاب إصدار مصلح على العرش، والإصدار الأبرز أيضا في هذه الدورة 25 من معرض كتاب هي موسوعة تاريخ عمان عبر الزمان. حضور هذه المؤسسات أكسب المعرض الشمولية وحقق التقارب الذي تسعى له جميع المؤسسات، كما عزز من ثقافة العمانيين لكي يصبحوا على دراية كاملة على المجهود الحثيث الذي تقوم به مؤسسات عمان الرسمية، ليس على مستوى المعرض فقط بل على مستوى السلطنة كاملة. تقترب المسافة ما بين الجمهور والمؤسسة هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب، حيث تشارك المؤسسات العمانية الرسمية في هذا المعرض. فيصل حسين لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.